أعزائنا المشاهدين مساء الخير، أهلا بيكم في أول حلقة من برنامج الحادثة. برنامجنا توك شو بس من نوع مختلف. إحنا قلنا نخرجكم شوية من دائرة السياسة، تركيزنا إن شاء الله هيكون على الحوادث والقضايا اللي بتحصل في المجتمع. برنامجنا هيكون كل يوم ما عدا يوم الجمعة والسبت، هنكون من الساعة 6 للساعة 7 مساء إن شاء الله معاكم. هنبدأ دايما بأهم أخبار الحوادث اللي حصلت في نفس اليوم أو اليوم اللي قبله، وفي الفقرة الثانية كل يوم ما عدا يوم الأربعاء والخميس هيكون عندنا ضيف أو ضيوف نكلمهم في موضوع يهمنا كلنا. خلينا نبتدي بالأخبار. الخبر الأولاني بيقول إن إحنا عندنا دكتور في رود الفرج متهم، طبعا لازم نقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، باغتصاب 54 مريضة من المرضى بتوعه. والغريبة في الأمر إن الراجل، إن الخبر بيقول، الخبر الموجود في أخبار الحوادث بيقول إن الراجل بقاله 20 سنة بيستغل العيادة في الموضوع ده. الحقيقة الموضوع غريب إن الناس تقعد 20 سنة ما حدش بيتكلم، ما حدش بيشتكي، ما حدش بيروح يبلغ عن الراجل أو يوديني النيابة. دكتور أحمد أهلا بيك، نورنا النهاردة. فياريت حضرتك تشرح لنا ليه ده بيحصل في مصر. طيب أنا بس مبدئيا كان عندي تعليق، يعني إن أنت مستغرب جدا إن دكتور عظيم يعمل كده ويعمل تحرش بقاله 20 سنة. هو الراجل لسه ما ثبتش عليه، بس عشان نبقى واضحين يعني متهم، يعني لو افترضنا ان الاتهام ثبت يعني. وان واحد شغال في الجامع برضو ظبطوا معاه 50 طن حشيش و 6 طن بس يعني. المهم انا عايز اقول بس حاجة، ان الانسان هو الانسان، يعني ما تستغربوش، بقول للناس كلها يعني انتم ما تستغربوش لو انسان كويس فاضل وعمل جريمه، لان انسان بكل الاحوال عند حضرتك حق. وبعدين ايه، ما تثقش يعني ان 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 الانسان ده يعمل حاجه وحشه، وما تستغربش لان كلنا انسان. طب حضرتك شايف ان شاء الله في المستقبل نحل المشكله دي ازاي؟ بص طبعا اللي حصل فيه كده لازم يبلغ ولازم يقوله، ما يتكسفش. المصارحه طبعا، المصارحه ده اهم شيء. بالنسبه بقى للي عنده تحرش ده، في كذا حل، منها طبعا العشوائيات دي كلها لازم تتحل ويبقى في حلول جذريه للاحتياجات النفسيه الاول، وبعد كده برضو في دور على الجامع والكنيسه ان هم يوجهوا طاقات الشباب لحاجات ايجابيه. ربنا يخليك يا فندم. انا متشكر لحضرتك جدا على وقتك، ومتشكر على نصايحك. شكرا. اعزائنا المشاهدين، ربنا يحفظكم، يحفظ ولادكم، يحفظنا جميعا، ونشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله.